أبو خالد بن بيشة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله بالخير. حياك الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. سم سؤال يا أخي. ما يا أخي هذا ما له أصل إنك تهني بالعام، تهني بالعيد، عيد الأضحى ولا عيد الفطر، هذا اللي يهنى فيه. نعم. أما العام ما يهنى فيه، ما ورد هذا. نعم. سؤالك أبو خالد. يا شيخ سم. نعم. يا شيخ الله يرحمه والديك. نعم. أنا عندي والدة صار بينها وبين أبوي خلاف، والوالدة هذه ضعيفة حالها، كبيرة في سنها، ولا يعطيها مطالبها، وقالت لي ابن لي بيت، وبنيت لها بيت وسكنت فيه. وش على يا شيخ من الوالد على شيء يلحقها شيء، بالرغم انه لا يصارفها ولا يعطيها شيء، وحالتها ضعيفة والوالد باقي قوي يا شيخ الله يرحم والديه. طيب شكرا يا ابو خالد، تفضل يا شيخ. انت احسنت الى والدتك، وهذا من البر والواجب عليك، وجزاك الله خيرا. وأما حقها على الزوج فهذا تطالب به الزوج، وإن أمكن أنك تصلح بينهما وتسوي النزاع بينهما فهذا عمل طيب. نعم.